التغيير، التغيير في الاداء والفكر والفكر اهم حاجه زي ما الكابتن طاهر قال، التغيير في اعضاء مجلس الاداره كلهم، مجلس الاداره بالكامل يا جماعه على فكره كان النهارده موجود، اه فرحانين كلهم، وكابتن مرتجي، مهندس سراج، طارق قنديل، حتى الزميل العزيز كابتن اسامه حسني موجود في الملعب، يعني دكتور محمد شاوي، خالد درن، دكتور محمد شاوي بالظبط، كابتن موجود، كابتن عمري موجود، كابتن عمري صحيح، كابتن عمري اصلا طول البطوله كمان موجود، يعني كان شفناه امبارح كمان موجود، يعني قصدي اقول لكم ان بص يا كابتن درجه ثالثه، يعني هو مش عضو مجلس اداره يا كابتن سيد، ده شريف ده اللي اتكلمنا فيه، ان دليل الاهتمام بتاع مجلس الاداره. الميزه عندنا في النادي الاهلي يا هيثم، وانت عارف يا كابتن هيثم، وانت عارف الكلام دوت، ان الناس بتبص على الفرقه اللي متعثره وعايزين يوقفوهم باي طريقه. نعم. فكل مجلس الاداره بيشتغل على اساس الفرقه المتعثره في النادي الاهلي تقف علشان تبقى على منصات التتويج، لان دوت فلسفتنا في النادي الاهلي. فطبعا ده مجهودهم وتعبهم وقراراتهم، فلازم يفرحوا بيها يعني. صحيح يا كابتن، صحيح صحيح، وكان نفس الكلام قاله كابتن شريف ويمكن كابتن طاهر، انه هو يعني اي مدير فني يا كابتن هيثم هيخش داخل المنظومه بتاعه النادي الاهلي طبعا، يعني هي المجهود اللي بيحصل ورا الكواليس ده هو